أهلا بكم في المنصة التربوية السورية، معكم المدرسة نوار أحمد مصطفى. يرتبط الإنسان بالوسط الذي يحيط به، فهو يحصل منه على الماء والغذاء والهواء من أجل القيام بالوظائف الحيوية. تحتاج خلايا الجسم إلى كميات كبيرة من غاز الأكسجين لإتمام عملها، حيث يتم تأمين الأكسجين عن طريق جهاز التنفس. يتألف جهاز التنفس من الأنف، البلعوم، الحنجرة، الرغامة، القصبتان الهوائيتان والرئة. بداية بالأنف، وهو بداية جهاز التنفس. البلعوم، وهو ملتقى الطريقين الهضمي والتنفسي. ومن ثم الحنجرة، حيث نتعرف عليها هنا على الشكل. تقع الحنجرة في أعلى العنق، تبقى مفتوحة باستمرار من أجل دخول وخروج الهواء. يأتي بعد الحنجرة الرغامة، وهي أنبوب غضروفي. تميز حلقات الغضروفية بأنها حلقات ناقصة الاستدارة على الوجه الخلفي، حيث توطأ المري خلفها، مما يسمح له بالتمدد والتوسع أثناء مرور اللقمة الغذائية. يأتي بعد الرغامة القصبتان الهوائيتان، تتفرع كل منهما، تدخل كل منهما في رئة، تتفرع إلى فروع أصغر فأصغر تسمى بالقصيبات. تنتهي القصيبات بأكياس هوائية تشبه العناقيد تسمى بالحويصلات الهوائية. تتألف الحويصلات الهوائية من مجموعة من الأكياس تسمى بالأسناخ الرئوية. تكون محاطة بشبكة من الأوعية الدموية، وذلك من أجل تبادل الغازات بين الدم والهواء. القسم الأخير من أقسام جهاز التنفس وهو الرئتين، حيث يوجد لدى الإنسان رئة يمنى ورئة يسرى. تكون الرئة اليمنى أكبر من الرئة اليسرى، وذلك لوجود القلب في الجهة اليسرى. تتألف الرئة اليمنى من ثلاثة فصوص، أما الرئة اليسرى تتألف من فصين. تحاط الرئة بغشاء يسمى غشاء الجنب، يعمل على إفراز سائل يسمى بسائل الجنب، يساعد في حركة الرئة صعودا وهبوطا أثناء عملية التنفس. إن الأكسجين الذي تم الحصول عليه من جهاز التنفس استخدمه الخلايا في أكسدة المواد الغذائية وتحرير الطاقة، وذلك من أجل بقائها على قيد الحياة والقيام بالوظائف الحيوية. شكرا لكم.